وانتوا بتتمشوا في شوارع القاهره القديمه لكم جمال العماره المملوكيه، لكن الجمال ده للاسف بيخبي حقيقي ان عصر كان شديد القسوه وزمن بلا قلب. فمثلا عندك السلطان المؤيد شيخ اللي وصلت درجه قساوه قلبه للحد اللي قتل فيه ابنه ابراهيم عشان ما ينافسهوش على الحكم، لان السلطان لما زادت عليه اعراض الروماتيزم حس بميل الجنود لابنه ابراهيم ومن هنا بدا يقلق. وهنا بقى جه دور القاضي ناصر الدين ابن البارزي عشان يلعب في دماغ السلطان اكتر ويزود شكوكه. وفي يوم من الايام قال له ان العسكر عايزين يخلعوك من السلطنه ويجيبوا بدالك سيدي ابراهيم. وببساطه خالص راح المؤيد شيخ حاطط لابنه السم في حته حلويات. تخلص الحكايه على كده؟ لا، ده هيجي الدور على القاضي نفسه. فلما بدات الناس تقول ان السلطان قتل ابنه عشان العرش، خصص القاضي ناصر الدين خطبه الجمعه علشان يتكلم فيها عن حزن الرسول صلى الله عليه وسلم لفراق ابنه ابراهيم. فلما سمع المؤيد شيخ الكلام قال لك يعني بتغريني على ابني علشان اقتله وبعدين تندمني عليه؟ طيب ماشي. بمجرد ما خلصت الخطبه راح المؤيد شيخ بعت للقاضي وامرله بسلطانيه سكر. وتقريبا القاضي كده كان طفس حبتين راح كلها كلها وبعديها مات، لان السكر كان مسموم لمؤاخذه. نيجي بقى للجامع نفسه اللي احنا فيه دلوقتي واللي بناه المؤيد شيخ، حاجه كده في منتهى الجمال والعظمه والروعه. وشوفوا كده معايا، بس استنوا، كل اللي انتوا شايفينه ده اتبنى بالحرام، وعشان كده المسجد اتسمى بالمسجد الحرام عشان طبعا كان سارق من الكنايس وكمان كان مخلع الرخام بتاع البيوت، وللاسف ده سبب خراب لبيوت ناس كتيره جدا. الغريب بقى في قصه الجامع ان هو اصلا كان في الاصل سجن اسمه خزانه شمائل، والسجون في الايام دي كانت اجارك الله. وكان المؤيد شيخ من نزلاء السجن، وكان من شده التعذيب ندر في السجن وقال ان لو خرج من السجن ده هيحول بعد كده السجن الى مسجد كبير. شفتوا احلام المماليك كانت عامله ازاي؟ مش احنا اللي على الله حكايتنا. وفعلا طلع المؤيد شيخ من السجن وبنى المسجد، لكن بناه بالسرقه عشان كده سماه المصريين بالمسجد الحرام. في عواميد هنا رخام في الجامع هنلاقيها ان هي مختلفه عن باقي العواميد الرخام. حتى باب جامع السلطان حسن ما سابهوش في حاله. البعض بيقول ان اشتراه ب 500 دينار، لكن المؤرخ ابن تغري بردي بيقول ان عمل تنقصه مروءة وقلة ادب. الغريب ان اسم السلطان حسن فضل منقوش بالنحاس على الباب، لكن في 2013 سرقت بعض الحشوات النحاس ومن ضمنها اسم السلطان حسن.